السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبوا، يلا نتحييه. شكرا يا عمو. شكرا يا عمو اجل، ها سود الله ذا الوجه، عطاه فرصة يا شيخ مفلح. وش اسمك يا وليدي؟ دودي. فين رشاشك انت؟ تحت الطاولة. عشقوا عشقوا. الحين قل لي، ما المشهور اللي تحبه وتتابعه؟ عبد الرحمن المالكي، مرة طيب واخلاق. نشهد بالله انك صادق. اي والله ان رجال انكفوا وجودي، كنت حاس ان فيك ذرة رجولة. كمان في واحد اسمه هتان، مرة يعجبني ويضحكني. عشق رشاشك يا ابو عبد الله. أنت مع الزواج عن حب ولا تقليدي؟ طبعاً عن حب. تقدر تقول إن اسم حبيبتك؟ بكل فخر، اسمه ياسر. هيكون اللي في بالي في بالك يا شيخ مفلح. أنا ذابحة، الله لا يعوق بشر. آخر سؤال يا شيخ مفلح، أنا في دا خشمك، سمعت إنك تبى الرجال يحمل ويجيب عيال. وليش لا؟ الطب تطور، خلي الرجل يساعد زوجته يا أخي، حرام عليه. وأنت ناوي تجرب الحمل ولا لا؟ أكيد، أحسها تجربة مرة حلوة. يفكر باللي يفكر فيه ولا؟ يا ولد قفلوا باب المكتب وقفلوا اللمبة. كل الرجال ذكور، بس مو كل الذكور رجال، وأبدأ من نفسك يا مليح.